لأن أيضا ارتفاع الدولار يؤثر حتى هو بشكل مباشر على هذه الأسعار. أساسي وهو أن بلادنا هي بلد غير منتج للنفط. خلال هذه الندوة غير ما مرة كان واحد الارتفاع كبير جدا لأسعار المحروقات على الصعيد الدولي. أولا خصنا نأكدوا واحد المنطلق أساسي وهو أن بلادنا هي بلد غير منتج للنفط، بمعنى أن جميع الاحتياجات الطاقية ديال بلادنا من المادة ديال النفط نستوردها من الخارج. مزيان، إذا نحن متأثرون بشكل مباشر مختلف التأثيرات اللي كتعرفها هذه المادة، طلعات أو لا نزلات أو لا قلات أو لا توجدات. الآن نعطيكم بعض الأرقام ونشوفوا بشكل مشترك في كانت الأسعار وفين وصلت وشنا هي العلاقة ديالها بالسعر على الصعيد الوطني. إذا ملي كناخذوا هذا النصف الثاني من يوليوز، النصف الثاني كنقصد به من بداية يوليوز إلى غاية منتصف يوليوز، عرفت هذه المواد كلها انخفاض. الغازوال اللي هو المازوت نقص بواحد 12.47%، منتقلا من 1411 دولار إلى 1235 دولار تقريبا. كان في 1100 وطلع عاود، ملي كتاخذ المتوسط ديال هاد 15 يوم كتعطيك 1235 دولار. البنزين انخفض بواحد 8.42% من 1444 دولار إلى 1322 دولار تقريبا. لكن كاين واحد المستجد آخر اللي هو أن الدولار بقى محافظ على واحد السعر، على واحد المستوى ديالو تصاعدي، وهذا معروف، هذا ما عند الحكومة لما توضح فيه ولا مات. هذه حقيقة يعرفها الجميع، لأن أيضا ارتفاع الدولار يؤثر حتى هو بشكل مباشر على هذه الأسعار في الاستيراد. بالنسبة للبرميل ديال النفط السي جمال اللي سولت عليه، تهو أيضا هبط إلى ما دون 99 دولار في الفترة ما بين 12 و14 يوليوز، هبط إلى ما دون 99، لكنه عرف عاود واحد الارتفاع وصل لحدود 107 ديال الدولار يوم 19 يوليوز. مزيان، هاد الارتفاعات وهاد الانخفاضات اللي عرفها هاد الموضوع، لأنه بلادنا، وأنا أستغرب أنه أن يقال بأنه ما كنعرفوش التركيبة ديال الأسعار. تركيبة الأسعار معروفة، فيها ثلاثة ديال المكونات أساسية. فيها أولا السعر الدولي باش كيتباع في المناطق الإنتاج، فيها أيضا واحد المجموعة ديال الرسوم وديال الضرائب اللي كنطبقوا على الصعيد الوطني، فيها بعض الرسوم المينائية والرسوم ديال الشحن إلى غير ذلك، وفيها أيضا الرسوم ديال لاتيك اللي هي الضريبة على الاستهلاك، وفيها لاتيفيا اللي هي الضريبة على القيمة المضافة، وتبقى واحد الجزء صغير اللي هو متعلق بالهامش. وإلا سمحتوا لي باش نفهموا هذه العملية بشكل مبسط، السعر ديال البنزين في بلادنا وديال الغازوال في بلادنا 61% منه تيشكلوا السعر الدولي، 61%، 31% هي الضرائب والرسوم المطبقة، كتبقى 4% 4.4% هي اللي ديال التوزيع وديال التقسيط. دابا الآن ملي كناخذ السعر على المستوى الدولي وكنزيد ليه يعني تكاليف ديال الشحن، تنوصل ل 61%. 31% هي الرسوم والضرائب اللي تكلمت عليها، واللي بالمناسبة ملي كنعمل واحد المقارنة ما بين الضرائب والرسوم المطبقة في بلادنا، تلقاها مقارنة مع مجموعة من الدول خاصة الأوروبية تنخفض بشكل كبير جدا. إذا من يتحكم في هذه المادة يتحكم فيها السعر الدولي ب 61% والضرائب والرسوم ب 31%، وكيبقى ذاك الهامش اللي كيتعلق بالتوزيع وبالتقسيط. مزيان، الآن كيتطرح السؤال، ما العلاقة ما بين البرميلي والمواد المكررة اللي هي المازوت؟ في السنوات الماضية كانت العلاقة ما بين البرميل كانت كتعطي، يعني كان البرميل تقريبا إلا كان في حدود يعني أقل من 100 دولار كان كيعطي تقريبا واحد 915 دولار للطن. الآن ولا البرميل إلا كان 100 دولار تيولي السعر ديال الغازوال، الطن ديال الغازوال هو تقريبا واحد 1185،
عرف واحد الارتفاع. لماذا عرف واحد الارتفاع؟ عرف واحد الارتفاع لمجموعة من الأسباب، منها أولا تراجع المسجل على مستوى الاستثمارات اللي في المجال ديال التكرير. كاين واحد التراجع، لأن كاين واحد التخوف، وهذا هو واحد من بين الأسباب الحقيقية اللي خلت هذه المواد هذه تعرف ارتفاعات. لأنه حتى الاستثمارات البعيدة المدى في مجال التكرير الآن التوجه الدولي هو أنها تنخفض. بحال كتبيع شي مادة وتخاف لا تحصل لك في يديك شي نهار، لأنه كاين توجه دولي نحو طاقات جديدة إلى غير ذلك. بالإضافة إلى أن هذا الضغط الآن، خاصة أنه كان اعتماد قوي على الغاز في مجموعة كبيرة من الأسواق بحال مثلا ديال أوروبا، بفعل هذه التطورات وهذا يعني هذا يعني هذا النزاعات اللي كتوقع الآن ما بين روسيا وأوكرانيا، خلات مجموعة من الدول بما أنها ما لقاتش الغاز أنها تمشي توجه لهذا المادة، خلى عليها واحد الضغط، بمعنى أنه ما بقاش ذاك الانخفاض كينعكس بشكل مباشر على بشكل يعني كبير، ماشي مباشر بشكل كبير، إنما كيف ينعكس؟ راه ينعكس حينما يتم يعني تكريره. إذن اليوم هذا هو الملف ديال المحروقات، أنا فسرته وعطيت فيه مجموعة من المعطيات. مباشرة من بعد ما تم احتساب يعني 15 يوم الأولى، عرفت هذه المادة هذه انخفاض تقريبا بواحد الدرهم. لكن خص جميع هنا الشركات كيفما كان واش ديال التي تدبر بشكل مباشر من طرف الشركات ولا في إطار كذا، أن يجب أن تطبق ذلك التخفيض بشكل مباشر، لأن هذا يهم القدرة الشرائية ديال المواطنين.